أول، ارسم الدالة y تساوي ساين 2x. لرسم الدوال الجيبية أو الدوال المثلثية نستعين بالدوال القياسية، يعني نستعين بالشكل القياسي لكل دالة من هذول الدوال وأقارن الدالة وياها زين لتحديد نوع الإجراء الرياضي، يعني هل الدالة مثلا بها شيفت، الدالة مزحفة يمين يسار، الدالة صاير بها عملية شرينجينج أو ستريتشينج. فأول خطوة هسه لأرسم هذه الدالة أنه أنا أقارن هذه الدالة مع الدالة القياسية. الدالة القياسية اللي عندي هي y تساوي ساين x، هذا الستاندر، فخلي أقارن هذه مع هذه. إذا افترضت أنه هذه هي تساوي لي f of x، يعني y تساوي f of x اللي هي ساين x، هذه هي مقارنة مع الدالة ساين 2x، هذه هي عبارة عن f of 2x، يعني بدل ما كان عندي x صار عندي 2x. زين، أخذنا في موضوع الشرينجينج والستريتشينج أنه إذا كان عندي تغيير على x axis، فإذا كان cx هذا دليل على أنه هذا شرينجينج، تقلص للدالة، وإذا كان c على x هذا تمدد على الدالة. إذن هسه الدالة اللي عندي هنا هي دالة ساين اعتيادية، لكن شنو الفرق؟ أنه صاير بها عملية شرينجينج بمقدار 2 units. فأول خطوة أنه أنا أرسم الدالة الستاندر، أرسم الدالة القياسية، فأحدد الـ x axis مالتنا، هذه الـ x، هذه الـ y. النقاط القياسية لرسم دالة الساين الاعتيادية اللي هي كان عندي صفر، هذه الباي على 2، هذه الباي، 3 باي على 2، وهذه 2 باي. وبالجانب الثاني راح أخذ نفس الكلام، هذه خلينا نقول سالب باي على 2، هذه هنا عندي سالب باي، سالب 3 باي على 2، هنا عندي سالب 2 باي. زين، دالة الساين الرسم مالتها خلي ارسمها بهذا الشكل، يعني خلينا نقول انه الرسم هذا هو ابروكسيميتلي باللحظة اللي تكون المفروض انه هنا عندي 90 هالشكل. زين، هذه الدالة مالت ساين اكس، هذه اف اوف اكس تساوي ساين اكس. انا شنو اللي عندي؟ عندي ساين 2 اكس. الساين 2 اكس اذا اريد احدد بقلنا انه هذا شنو صار؟ تقلص بمقدار 2، يعني كل هذا الاكسس راح اقسمه على 2، فبالتالي الدالة مالتي راح يكون نقاط تقاطعاتها بدل ما كان باي على 2 تصير هي الماكسيمم، تصير عندي الباي على 4، اقسمها، خلينا نفترض انه هذه الباي على 4، وبدل ما كانت الباي هي اللي تكون بها الزيرو راح تكون هي الباي على 2 تصير بها الزيرو. شلون صارت هذه؟ خلي اخذ هذا هسه، اذكرنا بانه دالة الساين هي دالة دورية، فاللي اخذ دورة واحدة والباقي هو تكرار، فهذه هسه الدورة الاولى اللي هي 2 باي. خلال هذه الدورة الـ 2x هي محددة بالصفر والـ 2 باي، من الصفر الـ x axis للـ 2 باي. زين، هسه مقدار قيمة x راح تكون هي من صفر الى باي، يعني دالة مالتي هسه بدل ما كانت انه 2 باي حتى تكمل دورة واحدة، هالمرة راح تكون باي واحدة فقط لإكمال دورة واحدة، يعني يتقلص الزمن مالتها، قلنا صار بها عملية شرينجينج بمقدار قيمة 2، فراح يتقلص بدل ما يكون زمن الدورة مالتنا البريود مالتها هي 2 باي، راح يصير البريود مالتها باي واحدة. زين، شلون راح ارسمها هسه؟ اولا قيمتها واحد راح تكون وين؟ باللحظة اللي تكون هي باي على 4، هذه باي على 4، وقيمتها صفر باللحظة اللي راح تكون عليها باي على 2، وراح تكون عندي هنا 3 باي على 4 هذه نقطة و 2 باي والعفو باي. فهسه من اجي ارسمها راح تكون هي بهذا الشكل، قيمتها واحد عند هذه اللحظة هالشكل، وهذه راح تنزل تصير بهذا الشكل. زين، طبعا هذا المفروض انه هذا واحد نفس الشيء البيك مالت الدالة الأصلية هالشكل، حتى يصير هذا مقداره كله زائد واحد، ولازم يكون انه الرسم مال هذا اللي هنا هو نفس الرسم مال هذا اللي هنا حتى يكون نفس الامبليتيود اللي هو مقداره هذا واحد بهذا الشكل ناقص واحد. فخلي انتبه، هو كأنه الدالة مالتنا هذه الدالة اللي هي الأصلية دالة الساين، خلي احددها بهذا الشكل. الدالة الثانية اللي هي بعد عملية الشرينجينج تقلصت بهذا الشكل، يعني صار شنو هسه اللي هنا؟
صار زمن الدورة للدالة الجديدة بعد إجراء التقليص هو كنا جد مقداره هو عبارة عن باي، فهذا صار هو زمن إكمال الدورة الأولى باي. زين، بما أنه قلنا هذه دالة دورية إذا إلها امتداد بهذا الشكل، نفس الكلام راح يصير هنا عندي هذه سالب باي على 4، هذه سالب باي على 2، هذه سالب 3 باي على 4، هذه الباي. فالدالة مالتنا إذا كان بهذا الشكل الدالة القديمة أو خلينا نقول الدالة الستاندر قبل إجراء التغيير عليها، هاي دالة السائل الاعتيادية. هسه الدالة هذه مالتنا بنفس الكلام إن راح تكون بهذا الشكل بهذا الترتيب، بهذا الشكل. إذا رسم الدالة مالتي هذا راح يكون هنا مقداره 1، هذا لازم تصعد الشكل رسم تقريبي وهذا الترتيب. زين، هسه خلي أحدد هذا، أقول هو عبارة عن f of 2x اللي هو sin 2x. زين، هسه الدومين مالتنا بالنسبة للدالة قلنا إنه تقلص الزمن مالتنا، الدومين هو زائد ناقص ما لا نهاية. كلامنا وين؟ هذا هنا صار هو البريود بالنسبة للدورة الجديدة أو للدالة الجديدة هذه، لكن كدومين يساوي زائد ناقص ما لا نهاية، وبالنسبة للرينج باقي زائد ناقص 1، لأنه طالما أنه قلنا التغيير جاي يصير على الهوريزنتال أكسس أو على الأكس أكسس، فبالتالي مقدار قيم الواي ثابتة، فالرينج مالتنا راح يكون هو يساوي ناقص 1 زائد 1. أوكي؟ زين، لكن هسه حتى لا يصير عندنا خلينا نقول مستك بالموضوع هنا، هذه التغيير اللي صار هنا بدل ما كان عندي البريود للدورة الاعتيادية هو 2 باي، بعد التقليص صار البريود هو عبارة عن باي، باعتبار أنا قلصت الدورة مالتي بمقدار قيمة النصف، نقول انه صار بها شرينج تقليص بمقدار 2، يعني الدورة تقلصت بمقدار قيمة النصف، وبدل ما كان عندي 2 باي صار عندي 1 باي. الدالة الثانية او المثال الثاني، ارسم الدالة y تساوي 2 كوساين x، 2 كوساين x. هسه هذه اولا هي دالة كوساين اعتيادية مضروبة بمقدار قيمة 2، هنا جاي يصير عندي عملية stretching بال vertical axis، يعني بدل ما يكون عندي دالة الكوساين الاعتيادي اللي هي نقاط تقاطعاتها خلينا نقول هذه صفر، خلي أحدد هنا يكون عندي باي على 2، هذه سالب باي على 2، هنا راح يكون عندي الباي، هذه هنا سالب باي، هنا عندنا 3 باي على 2، هذه سالب 3 باي على 2. فمن أجي أرسم دالة الكوساين قلنا قيمتها بالزيرو ماكسيمم 1، فترسم بهذا الشكل، وهذه راح تقل بهذا الشكل، سأعدي دالة الكوساين هنا بهذا الترتيب، هذه هنا قيمتها سالب 1، هذه قيمتها عند 1. زين، هسه هذه منو؟ هذه دالة كوساين اكس. زين، أنا شنو عندي؟ عندي الدالة ضربت في 2، فبالتالي صار بها عملية تكبير الواي اكسز بمقدار قيمة 2، فبدل ما يكون عندي هنا مقدار هذه 1، راح أرسم دالة بنفس نقاط التقاطعات مالتها هذه، لكن هذا راح يصعد الأكسس مالتي، بدل ما كان إنه هذا مقداره 1 راح يصير هذا مقداره 2، فترسم الدالة بهذا الشكل كوساين، وهذه راح تكون بهذا الشكل، هذه مقدارها 2 بهذا الترتيب. هذه راح تكون هنا عندي سالب 2، هاي دالة الكوساين نقمسها، وهذه زائد 2 باعتبار انه تكبرت بمقدار قيمة 2، هذا الشكل. زين، هسه شو راح يصير عندي بالنسبة للدومين؟ هو باقي نفسه، من اذا احسب مقدار قيمة الدومين اقول الدومين هو عبارة عن ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. زين، بالنسبة للرينج، الرينج هسه الدالة محددة من سالب 2 الى 2، فاقول اذا مالتي هذا الرينج مالتنا هو ناقص 2 زائد 2 بهذا الشكل.